السيد مصطفى الإماوي مواليد جوج أبريل 1955 حاصل على إجازة تمامٌ الخاص ودبلوم علمي إدارة ترابية بالقاهرة، التحق بالإدارة سنة 1986 حيث تولى عدة مناصب منها قائدا لولاية بوزيري ستارت وقائد المحاكم الإدارية الثانية بمدينة ستارت، ثم قائد ملحق بالدائرة الحربية للإسكان ورئيس دائرة مكلف بملحق الإدارية للمدن بعمل المقاطعة في الحسني، ثم رئيس الدائرة الحربية للإسكان الفندسي بنفس عمله. وقد عين في هذا المنصب خالد السيد نور الدين البومي الذي عين رئيس دائرة حضرية لعمليات مقاطعة عين الشوق أنيس أسماء حرب مواليد 10/1986 دار بيضاء حاصل على المصر في قانون عمل فرنسي وخريجة معهد ملكي الإدارة الترابية والتي عينت قائدة بقسم الشؤون الداخلية بهذا المحل السيدة منال الجاري التي عينت قائدة لملحق إداري مدينة طنجة والتي نشكرها جزيل الشكر على سنة 1916. السيد عبد الزياد أبو الحسن بالمواليد 17/1983 بكاد تسعين يقين زادوات حاصل على الإجازة في القانون الخاص وعلى المنصب في القانون العام وخريج معهد الملكي لإدارة ترابية، التحق بست مولات سنة 2011 وقد تولى منصب دائري بقسم الشؤون الداخلية في أصيلال وقائد الملحقة الإدارية الثانية بمدينة أصيلال، وقد تم تعيينه خلف السيد محمد السعيدي الذي تم ترقيته إلى درجة رئيس قسم الشؤون الداخلية لإقليم طنجة والذي من أبريل 1995 بمدينة مارب متزوج وحاصل على الإجازة في عين الإدارة وخريج المعهد المالي لإدارة ترابية، وقد تقلد مهمة قائد ملحقة إداري مدينة خبرة ثم قائد ملحقة إداري مدينة أكادية، وقد حل محل السيد عبد الحميد بومي الذي أعين على السيد مريم العلوي لمواليد 1992 بمدينة خيبر متزوج وأب لطفلين حاصل على دبلوم دراسات بعليا معمقة في العلوم الاقتصادية وخريج معهد ملكي لإدارة ترابية، تولى منصب قائد ملحق إداري مدينة وزازات وقائدا لعدة ملحقات إدارية لأعمال المقاطعة في الحسن، وقد حل محل السيد ياسين لومي الذي عين قائدا على ميسور بإقليم بولمان والذي نشكره بهذه المناسبة على الجهود التي بذلها السيد جلال عبد الرحيم مواليد 16/1981 بمدينة طنجة حاصل على دبلوم دراسة العلوم المعمقة في القانون الخاص وخريج المعهد المالي لإدارة ترابية، عمل كقائد أسيفان بإقليم شجون ثم قائد أمسمرير بإقليم تنغير، تم تعيينه خلف السيد محمد الصالح الذي عين قائدا لملحق إداري مدينة مراكش والذي نتمنى له التوفيق والنجاح في مشواره المهني مع السيد محمد الأحريف بمواليد 15/1983 في مدينة العرب. ثقافة إسبانيا والتواصل تولى مهمة قائد تكزيت في إقليم إمدر، وقد عين خلف السيد محمد الرئيسي الذي عين قائدا لملحقة إدارية في مدينة فاس حيث نستقدم له الشكر الجزيل على المجهودات والخدمات التي قدمها لساكنة هذه القيادة بكل تفاني وإخلاص. السيد محمد حمو قائد استسلامة السيد محمد حمو من مواليد 19/1983 بمدينة أسا متزوج حاصل على إجازة الاقتصاد وعلى دبلوم دراسة العليا المعمقة وخريج المعهد الملكي لإدارة ترابية، منذ التحاق بست مولات تولى مهمة قائد ملحق إداري بطنطان، وقد عوض السيد بوشعيب الزراوي الذي عين قائدا بقسم الشؤون الداخلية بعمالة مراكش، السيد بدر الدين الدراوي من مواليد 10/1985 حاصل على النصب في السياحة والتنمية المستدامة خريج معهد ملكي لإدارة ترابية، عمل كقائد نائب رئيس الشؤون الداخلية بن خميس
وقد حل محل السيد يوسف الكراوي الذي أجير الذي عين قائدا للمرحلة الإدارية لتقديم الشؤون الإسلامية. السيد جلال المحرق قائد المرحلة الإدارية لتقديم الشؤون الإسلامية. السيد جلال المحرق من مواليد 22 يوليوز 1988 في مدينة سليمان. حاصل على الماستر في القانون العام للإدارة المحلية وخريج معهد ملكي لإدارة الترابية. شهد منصب رئيس هيئة شغل منصب قائد عونات في إقليم سيدي بنطور قبل التحاقه بهذا الإقليم ليخلف السيد عبد الله اليزيدي الذي تم ترقيته إلى منصب رئيس هيئة. السيد صفاء بوكالي قائد الحلقة الإدارية الأولى من التربية. السيد صفاء بوكالي من مواليد عام 1985 في مدينة الرباط متزوجة وحاصلة على دبلوم مصر تقلدت منصب قائد الكتاب العام لإقليم نيملا. وقد عينت خلفا السيدة خديجة بلاي علاش التي عينت سائلا بملحق إداري في مدينة فاس. السيد محمد الشيم قائد ملحق إداري الخامسة من تعالش. السيد محمد الشيم من مواليد 6 يوليو 1991 في الشام متزوج وحاصل على دبلوم دراسات عليا المعمقة وخريج معهد ملكي إدارة الترابية. تولى عدة مهام من بينها قائد السوار بإقليم ناطور، قائد الملحق الإداري بإقليم عبد السلام العسرمة، ثم قائدا بإقليم سئاس الرزاق، ثم قائدا بإقليم خيبر. تم تعيينه خلفا السيد طارق رشيد الذي عين قائدا بعمالة مقاطعة حي السبع حي الحسن حي محمدي، والذي نشكره على المجهودات التي بذلها. السيد شرقي مفكير قائد الملحق الإداري الرابع من تعالج. السيد شرقي مفكير من مواليد 30 يوليو 1994 في مدينة خليفة متزوج وقبل طفلين حاصل على دبلوم دراسات عليا معمقة وخريج المعهد الملكي لإدارة الترابية. تقلد مهمة قائد الملحق الإداري من الأساسي وقائد الملحق الإداري من الأسرار. عين خلفا للسيد علي الشطاني الإدريسي الذي سيتولى مهام السلطة بالملحق الإداري الأولى. سيتولى مهام السلطة بالملحق الإداري الأولى من تعريش خلفا للسيد مصطفى الشام الذي عين على رأس الملحق الإداري الأول. بدوره عين على رأس الملحق الإداري الثالثة خلفا للسيد محمد بوشير الذي تم ترقيته الى رئيس دائره بإقليم طاقه. والذي نهنئه ونشكره جزيل الشكر على ما بذله من مجهودات متواصله لكل تفاني ومكران الذات واخلاص ولكل جديه متمني له النجاح والتوفيق في مهامه الجديده. السيد راشد الوالي قيصر. راشد الوالي قيصر. السيد رشيد وائل قيصر من مواليد 20 فبراير 1980 بالدار البيضاء متزوج وأب لطفلين حاصل على دكتوراه في الفلسفه وخريج المعهد المالي لإدارة الترابية. عمل كقائد ملحقة إدارية لتردانس وعمل كقائد ملحقة إدارية لمدينة أسمور في إقليم جديدة. وقد تم تعيينه خلفا للسيد محمد كريش خليفة قائد الذي تم تعيينه على رأس ملحقة إدارية الثالثة. عين على رأس هيئة المحافظة الإدارية خلفا للسيد محمد أنزيم الذي تم تعيينه قائدا على رأس المحافظة الإدارية بدوره خلفا للسيد الطاهر العواد خليفة قائد الذي عين على رأس المحافظة الإدارية الخامسة للتربية ليحل محل قائد الأمين الجميلي الذي عين قائد المحافظة الإدارية الرابعة للتربية. ليخلف قائد حسين العيسي الذي عين قائدا لإقليم سمارة والذي نتمنى له حقا وفقا لمهمته الجديدة.
كذلك سيدنا سعيد سليم عبد الرحمن بن سعيد خليفة علي بن عبد الجليل سيدنا سعيد. أقول تم تعيين سيدنا عبد الرحمن بن سعيد خليفة هادي بن محمد الهلالي السابع في العرائش على رأس محمد الخليفة الخامس والسادسة على رأس محمد الهلالي السابع في نفس المدينة على بنسي طارق إدريسي الذي عين قائدا بإقليم ودار والذي أشكره على المجهودات التي بذلها خلال توليه قيادة المرحبة قيادة المرحبة الإداري لهذا الإقليم وأتمنى له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة. كما تم تعيين السيد عبد السلام جويفي خليفة فارق مكلف في الرقابة وذلك من خلال تحقيق نزعة الموارد البشرية والذي نشكره على الجهودات التي بذلها خدمة للإدارة والمواطنين في هذه القيادة. وتم أيضا تعيين السيد السيد محمد الصالحي خليفة فارق المعقد الرابع في جمعية المصابين في منصب خليفة فارق قيادة السيستمة.